السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج ليالي رمضان من هنا من قلب سوق واقف النابض بالحياة. تواصل معكم من خلال هذه النافذة اليومية والتي نطل عليكم من خلالها مع ضيوف متميزين، نقلب معهم في صفحات الماضي في الذكريات السعيدة. نعم مشاهدينا الكرام، حياكم الله في ليلة جديدة من ليالي رمضان العامرة بالأجواء المميزة، وأيضا نرحب بزميلنا فهد الكعبي اللي راح يطلعنا الآن على تفاصيل فقرات المسابقات. فهد مساك الله بالخير وتفضل عطنا اللي عندك، والله الله في المتصلين. يا مرحبا بك أخوي خالد وعبد الرحمن وضيوفكم الكرام، أكيد نجدد الترحيب بمشاهدي قناة الريان الفضائية ومستمعينا الكرام. لا توصي يا خالد، أبشر بسعدك وإن شاء الله كلهم فايزين بمشاركتهم في فقرة المسابقات. مثل ما أنتم عارفين هذه الفقرة من ثلاث منافسات، عندنا الخيل والهجن والطيور، وراء كل منافسة عدة أسئلة، وأيضا يتخلل هذه الأسئلة أما تطلع لك الحبارة ب10,000 ريال أو زبيدي ب5,000 ريال، وإن شاء الله نحن ما نطب في سبقوك العرب اللي راح تفلس من كل شيء، وإن شاء الله نكون أنتم مفلسين. لكل متصل ثلاث محاولات، ثلاث أسئلة، كل سؤال ب1,000 ريال. 5 4 1 8 1 5 4 1 8 1 هذا الرقم اللي طالع على الشاشة، تواصلوا معنا وفالكم التوفيق. طلتي معاكم عقب ما نستمتع مع الضيوف عبد الرحمن وخالد، عندكم بيض الله وجهك يا فهد، إن شاء الله الفوز حريف المتصلين بإذن الله تعالى. الليلة مشاهدينا الكرام بنغوص في بحر ذكريات أندر المترجمين القطريين الذين جمعوا بين ميولهم الأدبية وتخصصهم في المجال العلمي وفي الرياضيات والإحصاء تحديدا. نال تعليمه العالي في جامعة ميزوري بالولايات المتحدة الأمريكية، ثم في جامعة مكيل بمونتريال الكندية، ليعود بعدها إلى ميزوري لينال الدكتوراه ويعود للوطن ليعمل في التدريس في جامعة قطر. الكاتب والمترجم القطري الدكتور خليفة عبد الله الهزاع، يا مرحبا بك، مساء الخير يا ابو محمد، نورتنا وشرفتنا. الله يعطيكم العافيه، الله يسلمكم. يا مرحبا يا ابو محمد، ويسرنا ايضا ان نستضيف معنا في ثالث ايام رمضان احد المقيمين في دوله قطر من جمهوريه السودان الشقيقه، والذين عاشوا في فتره السبعينات وكانت لهم ذكريات جميله خصوصا في مدينة مسعيد وحتى يومنا هذا. نرحب بالأخ هاشم حماد، موظف سابق في وزارة الداخلية، مرحبا ومسهلا فيك معنا في ليالي رمضان. يا هلا بكم، كل سنة أنتم طيبين، جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم. يا مرحبا. مرحبا يا مرحبا دكتور، نبتدي معاك دكتور خليفة، تعطينا أجواء روتين رمضان والعادات اللي أنت شخصيا تحرص عليها. طبعا لا شك واحدة من أهم الأشياء اللي نحرص عليها صلاة التراويح، إن هي تعتبر الشيء الثابت في رمضان، فهي المحور، وطبعا نركز حياتنا عليها من قبلها طبعا الفطور، ومن بعدها الواحد يبتدي يشتغل شغلك سواء تحضير لثاني يوم أو شيء من القبيل، لأن أنا طبعا مدرس فتقريبا شغلي 24 ساعة داخل البيت. غير هذا طبعا ممكن الطلوع مع الأصدقاء، الطلوع مع الأهل، زيارة بعض الأماكن الجميلة مثل سوق واقف وغيره، وغير هذا طبعا عندنا الدوام الملتزمين فيه التزام ديني، لأن طبعا ما عندنا غيابات، احنا
إذا لازم نكون موجودين عند طلابنا وندرسهم. فنلتزم، أنا أدرس تقريبا 5 أيام في الأسبوع وملتزم فيها. جميل. الله يعطيك العافية. يعني وهذه مهنة التدريس مهنة عظيمة. الله يسلمك. ما تعرف يعني لازم ندرس في جميع الأوقات يعني. فالله يعطيك العافية يا أبو محمد الأستاذ أبو علاء. أبو علاء لو نتكلم، متى وصولك للدوحة؟ يعني متى أول مرة جيت الدوحة؟ وهل صادف في أول زيارة لك في الدوحة أنه وقت رمضان في السبعينات أنت وصلت تقريبا، كان فترة الصيف في رمضان يعني. إحنا جينا في 12 من يوليو سنة 1977. ما شاء الله. جينا من السودان مجموعة من الشبيبة تتجاوز 400 نفر. جينا على وزارة الداخلية من السودان مباشرة، يعني من المطار اتحركنا طوالي إلى مدرسة تدريب الشرطة في الريان. وده كان تاريخ انضمامنا للعمل. يعني أنتوا جايين من السودان من الأساس كموظفين في وزارة موظفين الداخلية؟ موظفين لوزارة الداخلية. كويس؟ يعني زي ما كان في سنة 76 كان في حريق الغاز في أم سعيد، فاحتاجت الدولة لكوادر تأمن المنطقة، لأنه المنطقة كانت حاضنة لشنو؟ لصناعات ثقيلة واقتصادية هامة بالنسبة للدولة قطر، وهي نهضة في شنو؟ في استغلالها وفي مواردها الذاتية وفي، فكان التأمين جزء مهم. صحيح. فانت دونا من هناك جايبين احنا. احنا ابو علاء راح نتكلم على موضوع يعني ما الاساس او المهام لعملك اول ما جيت، لكن احنا ابغى اعرف اول ما وصلت الدوحه شلون شفت البلد؟ شلون كان تصورك؟ والله طبعا نحن سمعه قطر وصلتنا في السودان كدوله اقتصاديه ناميه ولها مستقبل ولها وضع اقتصادي في المنطقه، فنحن جايين متشوقين انه نجي لدولة قطر. وفعلا أول ما وجدنا نزلنا في المطار، يعني الدولة كسائر الدول مطار ومعالم المدينة وشوارعها ووزاراتها وكل حاجة. لكن لما مشينا محل تدريب الشرطة كانت جلستنا صعبة عز الصيف. انت وصلتوا 12 يوليو. يوليو شهر عز سبع. الصيف عز الرطوبة، يعني دي ما بنعرفها نحن، كانت بالنسبة لنا شيء صادم. واستمرينا يوم يومين تعودنا، جانا رمضان. أول رمضان تقريبا شهر 8 تقريبا او شهر 9. شهر 9 اول رمضان سبحان الله التواريخ كانت مطابقة 7/7، يعني 7/1397 ودي 7/1977. فجانا رمضان، رمضان كان شيء بالنسبة لنا نحن، حرارتنا جافة في السودان لكن حرارتنا عالية أعلى من قطر، يعني تصل لحد 48-49. لكن حرارة جافة ما كان في رطوبة. حرارة جافة ما فيها رطوبة. رطوبة جديدة عليك. أيوة ده كان بالنسبة لنا نحن شيء جديد. جديد. فلكن بالتعود. نعم. صمنا الأيام بعراك. نعم. يعني مش مع التدريب يعني كمان هي ذاتها مش جات يعني مع يعني. جلسة ما فيها أعباء، ما فيها كده، ما فيها كده، لا كان فيها تدريب وتدريب شاق. فرطوبة وحر وصيام كان صعب على الناس. نعم. لكن نعم. الحمد لله أيام عدت الحمد من ثم الناس تخرجت ومشت. أم سعيد شافت طابع جديد. نعم. نحن في أم سعيد مشينا، أم سعيد أجمل مدينة بالمناسبة. نعم. نعم. احنا راح نتطرق لموضوع ام سعيد. ام سعيد اجمل مدينه يعني، راح نتكلم عنها بالتفصيل ابو علاء بالتفصيل ان شاء الله. نعم. نطلع عند فهد مع المسابقات. فهد تفضل، كلمه عندك. لا انت بيض الله وجهك خالد وعبد الرحمن وضيوفكم الكرام. بس خالد لاحظت عبد الرحمن ما شاء الله عليه يعرف تواريخ رمضان سنه 77 78 78 لين 80 ظهرنا بدايه الصيام. هو اللي علمني ما شاء الله عليه.
هو اللي يعطينا التواقيت كلها. ابو محسن نرجع عبد الرحمن طبعا مشاهدينا الكرام خلونا نبدا ما ناخر المتصلين. بدر من المصلال مساك الله بالخير. مساك الله بالنور. السلام عليكم. عليكم السلام. مبارك عليك الشهر. علينا وعليك تبارك. كل عام انتم بخير. والله يتقبل صيامكم وقيامكم ويفرج على اخواننا في فلسطين. وانت صحه وسلامه اللهم امين. وانت بخير يا مرحبا بك. بدر متابع للبرنامج؟ شفت الحلقات اللي راحت؟ والله متابع ومش متابع تقدر تقول. ابشر والله بسعدك. لكل متصل حق نحن نشرح له ولا يهمك. عندك ثلاث منافسات، تبغي خيل ولا هجن ولا طيور. ورا كل منافسه اسئله، والاسئله منوعه، مش انك تختار الخيل اسئلتك عن الخيل، لا، الاسئله منوعه، ويتخلل هذه الاسئله انت وحظك. يمكن تطب على الحباره 10,000 بدون سؤال، زبيدي 5,000 بدون سؤال. ان شاء الله ما نروح للي سبقوك العرب، هني احنا كسبنا مشاركتك ومعاوض خير، لكن يلا خلنا نبدا. باذن الله. باذن الله توكل على الله. تبغي خيل ولا هجم ولا طيور؟ والله احنا للطيور، طيور نقول بسم الله طيور. طيور نقول بسم الله. طبعا انت اهل الطيور. الله يا هلا يا كثر اهل الطيور. انت شفت الرنج اللي حذا الطيور؟ الرنج اللي معانا في الاستديو هنا. ويلي على قنص عليه، بس ويلي على قنص عليه. ابشر والله بسعدك بتوسط لك عند راعيه. هذا طال عمرك موديل 76 باب واحد. ما شاء الله ما شاء الله. ايه ما شاء الله. هذا اللي نبغيه احنا، نذكر الله وجعلهم الجنه الشيبان اللي كانوا يقنصون عليه. اللهم امين اللهم امين اللهم امين. طبعا عندك حر وعندك جير شاهين وعندك شاهين، اي نوع نختار؟ ناصر ولدي يقول يبا حر. يا سلام عليك وعلى ولدك ناصر، سلم عليه بارك له يا ناصر. ناصر ابشر بالخير. الحر عندك من 1 إلى 5، اي رقم نقول؟ واحد. ايه الله واحد سبحانه. ناصر كم عمره ناصر؟ ناصر 5 سنوات. خمس سنوات العمر كله داش 6 سنوات. والله يا ناصر ما نبغى نزعله، يعني من أول اتصال وأول محاولة. ها تهقص بقوك العرب أنت قانص، يمكن القع هذه نزلوا قبلك قنوص وخذوا الصيد وراحوا. والله أنا في المقناص فلست، قلت أحول على المسابقة أجرب حظي. تجرب حظك. كنت في المقناص شلون حظك؟ والله مو باللي تحب. لا إن شاء الله اللي نحب. عيل إذا هناك بحظك مو بزين خلوا المقهوي نويد، خلوا على راحته. تعال يا مخرج، تعال عندي. ناصر ابشر بالحبارة، الف مبروك 10,000 ريال. يستاهل والله بعدي يستاهل. الحمد لله. بدر الحين خليك معي، قول حق ناصر ولا عليها امر يروح من عندك يزبل له مكان. ما ندري يمكن نطب في سبقاك العرب، ان شاء الله ما نطب. راح نصر. لا خله امزح معاك. عندك محاولتين، نقعد في الطيور ولا نغير؟ لا بالله الطيور ما نغير الطيور. ها يا ناصر ناخذ الحر بعد ولا الجير ولا الشاهين؟ ها ناصر جير ولا حر ولا شاهين؟ يلا يا ناصر انت اللي تختار. ما يبي يجاوب ناصر. استحى خلاص ناصر خذ قسمه، باقي قسمك انت. فيه شنو قلت لي طال عمرك؟ عندك الحر وعندك الجير وعندك الشاهين. نتوكل على الله الشاهين؟ نتوكل على الله الشاهين، ايضا من 1 إلى 5. من 1 إلى 5. 3. هذا رقم 1 و2 و3. ايه 10,000 تقعد ولا تروح؟ ان شاء الله انها تقعد يا رب. سؤال بألف ريال، جاهز؟ لا تروع. جاهز. بسم الله. يقول لك العاصمة العربية التي كانت تسمى فيلادلفيا. في عاصمة عربية يسمونها فيلادلفيا أو كانوا يسمونها. وش هالعاصمة؟ بيروت ولا عمان ولا دمشق؟ كانت تسمى باسم قائد فيلادلفيا. بيروت ولا عمان ولا دمشق؟ الوقت. عمان. ألف مبروك وتستاهل 1,000 ريال. 11,000. الحمد لله تروع الشاهين، لكن ما عليه تستاهل. الحين آخر محاولة، نقعد في الطيور ولا نغير؟ الطيور. خذينا الحر وخذينا الشاهين، نعود للحر ولا الشاهين ولا نروح للجير؟
الشاهين أسئلته خفيفة، خلنا على الشاهين. خلنا على الشاهين، أنتو حظك ثلاثة وراح من واحد إلى خمسة. من واحد إلى خمسة؟ نعم. أربعة. أربعة. واحد، اثنين، هذا ثلاثة ولا هذا أربعة؟ لا ثلاثة راح، أربعة. بدر. أربعة. بدر. سم. سم الله عدوك. اللحظة اللي ما أدري أتمناها ولا ما أتمناها، أنا برجع مكاني يا بدر. وين؟ لا تقول ها. شنو السؤال؟ ما في سؤال. أجل. والله يا بدر ما في سؤال. 11000. 11000 حرام تروح صح؟ لا والله عبد الله. لحظة لحظة، أقول لك 11000 حرام تروح. خذيتها خلاص؟ لا ما خذيتها. أجل ما تروح إن شاء الله، شنو السؤال؟ والله مو بسؤال، والله مو بسؤال. وشو أجل؟ زبيدي 5000 ريال، ألف مبروك. الحمد لله الحمد لله، تستاهل 16000 لأول مرة. إيه أشكرك يا يونان، هذا الجمهور صح تعجبني. لا أنت يا بدر والله يخلي لك ناصر إن شاء الله. نروح للخريطيات حمد، مساك الله بالخير. بالنور يا هلا. فالك فال بدر إن شاء الله وزود، قول آمين. آمين آمين. مبارك عليك الشهر. علينا عليك تبارك. يلا يا بدر خلنا نتغانم الوقت. ما سمعتك ايش قلت حمد؟ لبيك. انا اللي لبيك، ما سمعتك ايش قلت اخر مره؟ اقول مبارك عليك ما الشهر. علينا وعليك تبارك. الحين ما خلص منك يا حمد. حمد اختار خيل ولا هجن ولا طيور؟ لطيور. روح اليوم لا قايم سوق الطيور الظاهر. الرنج الرنج في شيء اليوم مشتغل الرنج. حمد الخيول. الخيول مو الطيور يا اخوي. الخيول ابشر. ايه ليش زعلان؟ ليش زعلان حمد؟ لا ماني زعلان انا. ايه تكفى كل شيء لا حد يزعل علينا. عندك من واحد الى عشرة يا حمد اختار. الله لا يجيب الزعل. امين. تبع لا انت على طول يعني مجهز ما شاء الله عليك. ان شاء الله ان شاء الله. وينك يا سبعة؟ وينك يا سبعة؟ ابشر بس سبعة عشان ما نكشف الأوراق. بسم الله حمد. لبيك. أنا اللي لبيك. سؤال بألف ريال، عندك حد يساعدك ولا ما شاء الله عليك ما يحتاج؟ لا عندي أحد. تقدر تقول عندي أحد. عندك حد. مساء رحنا للطيور صح؟ إيه. وفي نوع من أنواع الطيور اسمه شاهين. إيه. ما معنى كلمة شاهين؟ هل هي عمود الميزان ولا ملك الملوك ولا الباز؟ معنى كلمة شاهين عمود الميزان ملك الملوك. أيوة. أو البازي. الوقت. الميزان. الميزان عمود الميزان. ألف ريال وتستاهل يا حمد. لا ما شاء الله عليكم اليوم طيب. مصحصحين. نقعد في الخيل بعد. ايه نقعد في الخيل. نقعد في الخيل. رقم سبعة راح من واحد إلى عشرة. أربعة. أربعة ما شاء الله. لا أرقام زوجية وفردية حمد اليوم. وينك يا أربعة؟ بسم الله هذا أربعة صح. يلا يا كريم عندك ألف ريال صح؟ هنا. ونزيدها ألف إن شاء الله إذا جاوبت على السؤال. جاهز؟ جاهز. السؤال هذا بدون احتمالات. أه. عجلة يلتف حولها الحبل لرفع الأثقال مثل الدلو من البير، هذه العجلة أو عجلة عليها الحبل يرفعونه، شو اسمها هذه؟ شو يسمونها؟ المدورة. المدورة خبر البكرة. بعد حولها. البكرة. عجلة يلتف حولها الحبل لرفع الأثقال مثل الدلو من البير. المحالة حقت المحالة. ألف مبروك وتستاهل يا حمد ما شاء الله عليك. الله يبارك. لا خطير حمد. 2000 ريال. لا صامل أنت على الخيل، نقعد في الخيل؟ لا لا مغير. مغير توكل على الله. عندك الهجن والطيور. الهجن. الهجن عندك من واحد إلى عشرة ما شيء راح. ها يا حمد عطني رقم. تسعة. 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 نعم. توكل على الله نشوف رقم تسعة شو يقول. والنعم بالله هذا عشرة والرقم اللي قبله تسعة. حمد
لبيك. انا اللي لبيك، والله اني سعدت بمشاركتك. يا بعد راسي عسى دوم. جعلني ما خلا منك ولا من راسك، ولكن يعني احنا كسبنا مشاركتك وذكرى سعيده. اي بالله. سبقوك العرب. معوض خير يا حمد، راحت عليك الألفين. مرادي نروح للوكرة. مرادي مساك الله بالخير. مساك النور. مبارك عليك الشهر. علينا عليك تبارك. مبارك عليكم. علينا وعليك تبارك. اليوم كل شيء طلع، الحبارة جات والزبيدي عيناه وسبقونا العرب. الله يكفينا الشر. الله كريم. الله كريم. أرزاق وتوزع، ونؤمن أن الله بيرزقنا الرزق المكتوب لنا. الحمد لله عليك. الحمد لله. جاهزة؟ جاهزة. خيل، هجن، طيور. هجن. هجن. هجن والله يمكن سياسة منها، يعني قالت سبقوك العرب راحت، يمكن في غير. تسعة اللي راح من 1 إلى 10. تسلم يا واحد. حسن الغانم. واحد؟ واحد إن شاء الله. واحد الله واحد إن شاء الله. بسم الله. شو يقول الكرت رقم واحد؟ أنتوا كاشفين الأوراق صح؟ يقول إيه بعد لا تعلم. واحد واحد يقول لك سؤال بألف ريال. جاهزة؟ جاهزة إن شاء الله. بس ولا تهونين يا تقصرين على التلفزيون أو تبعدين شوي. إن شاء الله. تعرفين منغوليا؟ سامعة فيها. سامعة فيها. منغوليا بلد قريبة من الصين ومن ما هي عاصمة منغوليا؟ شو اسم عاصمة منغوليا؟ أولان باتور ولا قوبي ولا داركان؟ أولان باتور ولا قوبي ولا داركان؟ عاصمة منغوليا. أولان باتور الأولى. من اللي أعطاك إياها؟ أختي. أختك الله يجمعكم ولا يفرقكم، معتمدة عليها. ألف مبروك. ألف ريال. الله يبارك فيك. من أول سؤال وأول محاولة. نقعد عند الهجن ولا نغير؟ الهجن إن شاء الله. الهجن إن شاء الله. 1 و9 اللي راحوا، من 2 إلى 10. 2. 2 أرقام متسلسلة. والله سياسة نشتمشين بالأرقام المتسلسلة ما يندرى. بسم الله. أختك اللي عندك صح؟ صح. أحنا بي لمت أب يدتك أمك، لأن السؤال هذا هم بيحلونه. شيبة ها إن شاء الله. يلا معلومة نستفيد منها وخابرينها الشيبان. يقولك قرفة تزين أو تزين للعروسين ويوضع فيها نقوش ومساند ملونة، شو اسمها؟ البشتختة ولا الجفة ولا الخلة؟ الخلة ولا الجفة ولا البشتختة؟ ما سمع؟ الخلة. الخلة. ألف مبروك وتستهلين ألف ثانية. الله يبارك فيك. 2000 ريال. الهجم ولا نغير؟ الخيل. الخيل. نروح للخيل. شو اللي راح يا حسن غانم من الخيل؟ 4 و7 اللي راحوا من 1 إلى 10. أي رقم نقول؟ 2 إن شاء الله. 2 إن شاء الله. يا الله يا كريم. بسم الله. شو يقول لنا رقم 2؟ تعرف مكتوب رقم 2؟ ما تعرف صح؟ ما معلوم. إن شاء الله. رقم 1 و2. 2. خالد الكبيسي مساك الله بالخير. الله بالنور. طيب. طيب بخير. بعدي. عندك 2000 ريال صح؟ صح. وزديها 1000، 3000 ريال. سؤال باحتمالات. جاهزة؟ جاهزة إن شاء الله. ماذا يطلق على الرجل الشجاع الجسور؟ الرجال الشجاع الجسور يسمون له اسم، شو يسمونه؟ شغموم ولا جذهب ولا كاظم؟ بعنين يضحك. ها شغموم ولا جذهب ولا كاظم؟ لا قالوا واحد جذهب. ما اسمع. جذهب. انتهى الوقت يا شباب. شغموم. ما اسمع. شغموم. اعتمد على إجابة. اعتمد على إجابة. شغموم. شغموم. ألف مبروك وتستاهلين 3000 ريال. ما شاء الله. ألف مبروك لكل من فاز. معاوض خير أخوي حمد أكيد لنا طلة ثانية معاكم الآن. خلونا نرجع عبد الرحمن خالد الكبيسي عندكم.
شكرا لك فهد، وكانت فقرة مميزة في المسابقات على ما قال طلع كل شيء، الحبارة والزبيدي، وايضا احنا مستمرين مشان الكرام مع الدكتور خليفة عبد الله الهزاع وايضا هاشم حماد، لكن ننتقل الان الى ابراهيم النعيمي في مجلس واقف للدام. ابراهيم تفضل، كلمة عندك. دام فضلك، شكرا لك اخوي خالد واخوي عبد الرحمن ولضيوفكم الكرام، وحياكم الله مشاهدينا ومستمعينا الكرام. اليوم احنا في مجلس الدامة في سوق واقف، حيث تقام البطولة الرمضانية اللي كل سنة ما شاء الله مستمرين عليها، ومعانا محمد بن سعد السليطي مدير إدارة مجلس الدامة. حياك الله يا ابو سعد. يا مرحبا يا مسهلا، حياك الله في مجلس الدامة. الله يبقيك ابو سعد. اول نبي ناخذ فكرة عن لعبة الدامة وهذا المجلس، كم صار له من ابتديتوا فيه؟ الله يسلمك. احنا بالنسبه لمجلس الدامه، تم انشاء مجلس الدامه في 2009، حاليا لنا تقريبا 15 سنه، وطول هالسنوات هذه كلها كنا نقيم عده بطولات في هذا المجلس، منها طبعا اللي هي اهم حاجه اللي هي بطوله الدامه، ونقيم كذلك في خاصه في رمضان نقيم بطوله الكيرم. الدامه والكيرم في نفس المكان؟ نعم، في نفس المكان. نعم، لكن مو مع بعض يعني؟ لا مش مع بعض، على أساس أن بطولة الدام الحالية تستمر لمدة أسبوع، وتليها مباشرة اللي هي لعبة الكيرم نفس الشيء أسبوع، يعني أسبوعين تقريبا بناخذ هالمباريتين هذه. نعم. نعم. كلمنا عن اللي سجلوا في هذه البطولة وآلية التسجيل عندكم، أيضا آلية التحكيم، نشوف حكام ما شاء الله موجودين. هو على أساس البطولة هذه احنا حاولنا نجمع أكثر عدد. نعم. على أساس نقيم هذه البطولة، لكن هذه السنة جاتنا بعض الظروف في بعض اللاعبين، طبعا اللي هم مناطقهم بتكون طبعا بعيدة خاصة من الشمال، أو بيكون مثلا اعتذروا بعضهم من الوكرة، عندهم ظروف خاصة يعني، فلذلك السنة قلوا عدد، يعني عدد بسيط قل من اللاعبين. كم العدد اللي سجل في البطولة حاليا؟ عشرة لاعبين في لعبة، وعندنا 10 لاعبين في الكيرم. هذا في عندكم فئتين، مبتدئ ومحترف. اي طبعا، في عندنا اسمك محترفين. نعم. وعندنا هواه. نعم. سواء كان في الدامة او في الكيرم. نعم. الكيرم طبعا في اعداد موجوده حاليا، مش موجوده تلعب الدامة عندنا هنا، لكن ان شاء الله الاسبوع الجاي بيجون لعيبه جدد اللي هم لعيبه الكيرم ان شاء الله. اليه اللعبه هذه او البطوله. نعم. كم جيم يلعبون طبعا يندمجون المحترفين مع الهواه او طبعا احنا مسويين خطه جديده الحين على اساس ان ننمي المتوسطين شوي اللي هم الهواة، بنحاول يعني بالبدايه نخلي الهواة لحالهم والمحترفين لحالهم، وبعدين بنحاول نجمع الهواة مع المحترفين انهم يلعبون مع بعض، ياخذون خبره، على اساس ياخذون اكسبيرينس خبره. عرفت شلون؟ والجيم الواحد اللي هو بيكون طبعا من 3 اشواط، عرفت شلون؟ نظام الدوري اللي هو كل لاعب يحاول يجمع النقاط، يعني اللاعب الواحد مثلا لو لعب مع اي لاعب ثاني في نفس الجيم هذا، مثلا لو فاز مرتين خلاص انتهى اللعب، لكن لو فاز مره وفاز اللاعب ثاني مره في جيم فاصل طبعا بيكون يصير فيها تعادل ابو سعد. يصير فيها تعادل. نعم. يصير فيها تعادل في هذه، الحكم طبعا يتدخل في الموضوع هذا. ما فيها بلنتيات، شو يصير بعد التعادل؟ وبعد التعادل الله يسلمك ممكن ان احنا نضيف شوط واحد على اساس محتمل نشوف من يجمع نقاط اكثر على اساس انه بيفوز، لو فاز طبعا بياخذ 3 نقاط. نعم. بيفوز في المباراه هذه، بس كل شخص يلعب معاه يعني كل واحد له تقريبا 4 مباريات. نعم. خمس فرق عبارة، يعني 10، كل 2 يلعبون مع بعض، كل واحد بيلعب 5 مباريات. خمس مباريات، لكن ما ينحسب حق نفسه، تقريبا ما بين 4 و5 يعني. وش فيها جوائز ابو سعد؟ فيها كؤوس تذكارية؟ فيها كؤوس وفيها جوائز نقدية طبعا للفائز الأول والفائز الثاني والفائز الثالث. نعم. لهم جوائز طبعا. الرابع الخامس ما لهم شيء؟ ما لهم شيء طبعا، مجرد مشاركة. و لحبذا يعني ان الجوائز شوي تزيد على اساس ان مجرد يعني مثل ما تقول جائزة تشجيعية لهم. نعم. على اساس لو كلمناهم مثلا السنة الجاية انهم اساس انه يجوننا يعني. نعم. عرفت شلون؟ الحين نشوف عدد يعني بسيط، احنا نتكلم عن مجلس دامة عمره 15 سنة. نعم. اللي مشاركين فيه 10 بس، مع ان رمضان هو شهر انت تجمع فيه بعد صلاة التراويح بعضهم. نعم. في المباريات الثانية الطائرة والسنوكر، كل
كل مجموعة يسوي لهم بطولة يعني. والله احنا كل سنة ما شاء الله احنا عندنا عدد كثير من اللعيبة. هذه السنة جاز مثلا الظروف حكمت شوي. يعني انتم بسعد كلمتوهم ليدومون؟ احنا كلمناهم على اساس انه يجون يلعبون بطولة الدامة. بس مثل ما تقول بعض اللاعبين قالوا لا والله تخبر اللي عنده ظرف ولا كذا ولا في المستشفى ولا ابوه الله يشغل عينه سبحان الله قال والله السنه ما اقدر. نعم المجلس غير رمضان مفتوح على طول؟ مفتوح طبعا مفتوح اللي يبغى يسجل هو الله يسلمك. بالنسبه لمجلس الدامه، مجلس الدامه يرحب بجميع الضيوف اللي يجون هنا وخاصه بعد اذا كانوا يلعبون. مجلس المفتوح طول 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 اليوم، عرفت شلون؟ على اساس احنا نفتح من الساعه قول 7:30 ولا 8 الصباح في ايام الفطر الايام العاديه للساعه تقريبا لاذان الظهر، وطبعا نفتح الساعه 4 من 4 لتقريبا 10 في الليل يوميا ما عدا يوم الجمعه طبعا الصباح ما نفتح. نعم. وفي رمضان؟ في رمضان ما شاء الله من بعد صلاه التراويح المجلس ما شاء الله مفتوح. انا بتعلم مثلا في مدربين طبعا في موجودين عندنا مدربين هني، اي شخص يبي يتعلم الدامه حياه يجي لنا مجلس الدامه موفر له طبعا. عندنا مش مدرب واحد، عندنا عده مدربين ما شاء الله. اي نعم مستعدين انهم يدربون يدربونه، واحنا مش اول مره يعني، حتى احنا يعني بعض الشباب راحوا المدارس ما شاء الله. اي راح المدارس هناك وعلموا الشباب، وحتى حق العجزه رحنا العجزه في المستشفى ما شاء الله. اي نعم رحنا لهم هناك و جبنا لهم الدامة وجبنا لهم الكيف. الدامة خفيفة توديها وياك أي مكان. إيه نعم، وهي طبعا لعبة تخبر لعبة ذكية، هي يعني تحتاج إلى ذكاء. قريبة من الشطرنج لكن هي تقليدية. هي الله يسلمك كانت لعبة قديمة تلعب بعد انتهاء موسم الغوص. يعني هي لعبة منتشرة في الخليج. إحنا افتكرنا في البداية إنه بس في الخليج، حاليا لا، هي موجودة في حتى في بلاد الشام، موجودة موجودة في الأردن، في سوريا، موجودة في العراق، موجودة في فلسطين. يجون لعيبة يعني الأخ هذا من سوريا، الأخ من سوريا يلعب، وفي عندنا لاعب لبناني موجود حاليا لسه واصل موجود يعني لو رحت في الصالة الثانية بتحصل يلعب لبنان. المكان ما شاء الله شرح وواسع شوي، كنا بنسجل بس جاي متأخر. وفي ناس أردنيين يجون يلعبون معنا حتى من شمال أفريقيا، استغربت يعني إيه يجون من شمال أفريقيا يلعبون الدامة. نفس القانون بسعد ولا يختلف؟ لا في شغلات بسيطة تختلف يعني مرة يعني مرتين يتعود. في أفريقيا هناك يسمونها دومة، احنا نسميها دامة. قريبة قريبة طبعا. احنا سألنا عن هالموضوع يعني سبب انتشار هذه اللعبة في الخليج أو في الوطن العربي، فقريت أنا عدة كتب أصل الدامة وين جاي هذا، فعرفنا السالفة. السالفة كلها الله يسلمك إن هي أساس اللعبة تركية، هو على أيام الدولة العثمانية نشروا هذه اللعبة. تخبر انت ايام الدولة العثمانية سيطرت على الوطن العربي، فانشروا هذه اللعبة اللي هي لعبة انتشار ثقافات بين البلاد. ايوه انتشرت نعم هذه. فاللعبة هذه اساسا هي لعبة تركية، بس احنا كنا في البداية نلعب لعبة غير الطريقة هذه، كنا نلعب اللعب العادي. حاليا احنا نلعب لعبة ثانية غير اللعبة الدام اللي كانوا بهاتنا يلعبونها. مو اللي فيها الشيخ فيها الشيخ بس فيها قوانين، في قانون، في قانون احنا الغيناه عندنا هني، لان احنا لاحظنا ان الشعوب الثانيه اللي هي مثلا بلاد الشام وتركيا، طبعا تركيا تقيم فيها اكبر بطوله عندنا، اكبر بطوله يعني في العالم. تقيم القوانين اللي غيرتوها انتم؟ غيرنا الله يسلمك في لعبه يعني في قانون في اللعبه، كنا زمان احنا نلعبها على اساس هي لعبه الدام، لا طلع فيها خطا. عرفنا ان في بلاد الشام ومثل ما قلت لك في بلاد الشام وفي شمال افريقيا وفي تركيا عندهم قانون غير عن قانوننا احنا. انت وحدتوها يعني وحدنا على اساس مقامنا اليوم الوطني. جونا لعيبه من تركيا، جونا لعيبه من مناطق ثانيه، فقالوا احنا ما نقدر نلعب نفس اللعبه هذه، احنا لعبنا غير عن لعبكم. يوم شفنا لعبهم صراحه اللعب حلو، والقانون اللي عندهم احسن من القانون. اصعب ولا اسهل؟ اصعب طبعا. يعني تدورون الصعب؟ ندور الصعب، عرفت شلون؟ بس تخبر احنا بهاتنا الاول جدودنا كانوا يلعبون الدامه هذه اللي هي الدامه العاديه. لا احنا خلاص احنا صرنا نلعب اللي هي اللعبه اللي يلعبونهم اللي هم بلاد الشام والمناطق هذه. ما اعرف انا اللعبه، انا العب العاديه. احنا عقب ما نخلص من الجماعه ايه المشاهدين ايه نعم. ابغى العب وياك جيم. يا مرحبا يا مساء. واحنا طبعا نرحب بكل ضيف يجينا هني، واحنا مجلس الدامه هني يزورونا طبعا كبار الشخصيات، يزورونا وزراء، يزورونا رؤساء دول ما شاء الله. اي وبالعكس احنا 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 خاصه مثلا في كاس العالم او في كاس اسيا كنا نستقبل ضيوف، مش لازم على اساس انهم يلعبون الدامه، لا كنا نجلس معاهم نعطيهم ثقافاتنا وناخذ من ثقافاتهم، ناخذ من عاداتهم وتقاليدهم، يشوفون عاداتهم ونشوف تقاليدهم، نتبادل معاهم الاحاديث، نكسبهم، نعرفهم على دوله قطر.
يعني حتى يسألوني عن قطر كيف كذا، فكنت أنا أجلس معاهم أو حد من الشباب الموجودين حاليا نعطيهم عن تراثنا وعن عاداتنا وعن تقاليدنا. نعم. اللي بيجيكم أبو سعد نعم. نوصف له مكان المجلس. لا المجلس يا نعيمي المكان مشهور. نعم. يعني إحنا جونا الله يسلمك ضيوف من حتى من أوروبا. نعم. لا أنا بقول لك نعم. حد بيجيك من برا يبغي نعم. يبغي يحضر عندك من هالقطار ولا من المقيمين نوصف له بس مكان المجلس. مكان طبعا مكان المجلس الله يسلمك حاليا في سوق واقف. نعم. الأوليين يقولون ما يقولون سوق واقف، سوق واجف الأوليين أول خبر صحيح. إيه روح على سوق واجف. نعم. إحنا نقول في الجهة الشرقية تقريبا الجهة إحنا سلمك حاليا في الجهة الشرقية المقابلة للساحل الكبيرة هذه اللي عند المسجد هذا يسمونها المنار. نعم نعم نعم. مشاهدين الكرام اللي يبغي يحضر مجلس الدامة يرحبون بالإخوان أبو سعد والإخوان اللي موجودين قريب من الساحة الشرقية السوق واقف. نعم. هذا اللي كان عندنا من مجلس الدامة ونرجع لكم الإخوان في الاستديو. يا مرحبا يا مسهلا. نشكرك على زيارتك صراحة. الله يعطيك العافية أبو ناصر، كل شكر لنديب قناة الرياض الفضائية إبراهيم النعيمي من مجلس الدامة في سوق واقف. بيض الله وجهك يا إبراهيم. مستمرين معكم مشاهدين الكرام في حلقة الليلة، فاصل قصير ونعود بعد لمتابعة الحلقة، خلكم. حياكم الله مشاهدي قناة الرياض الفضائية مستمعينا الكرام، رجعنا لكم مجددا بعد هذا الفاصل لنواصل ما تبقى من الحلقة الثالثة برنامجكم ليالي رمضان. الشباب خلوني أستلم المسابقات، عازمين ضيوفهم على الكباب. خالد عبد الرحمن الله في ضيوفنا، ها بس حاول نحداكم يعزم عبد الرحمن على سمك، نبغى يتسحر سمك. انا عزمته، هذا يتسحر كل يوم سمك ما شاء الله عليه، جعل فيه الحاجه اللي يقولها على هوا تسحر ولا يعطش. اللهم صل على النبي، ما شاء الله. لا اله الا الله. عبد الرحمن اللي تاكله الحين ما يعطش، هذا اللي بيلعبك. طبعا مشاهدينا خلونا نستمر مع برنامج المسابقات ونروح مع مدينه خليفه. اسماء مساك الله بالخير. الله يمسيك بالنور ترور، مبارك عليك الشهر. علينا وعليك تبارك. شفت البرنامج؟ اي نعم. يعني تعرفين آلية المنافسات؟ ايه. توكلي على الله، تبغين خيل ولا هجن ولا طيور؟ خلنا على الهجن. يا إيه حسن الغانم اشكرك. 1 و2 1 و2 و9 عندك من 3 إلى 10، اي رقم نقول؟ ثلاثة. حد معاك؟ لا والله. الله سبحانه وتعالى ونعمة الله سبحانه. رقم 3، هذا رقم 3. من أول اتصال، من أول كرت، يعني نقول معوضة خير. أسمع وياك. تشوفين الشباب يأكلون على الشاشة صح؟ عليهم بالعافية. عليهم بالعافية. لو في قصدير ونقطع الزبيدي، ألف مبروك وتستاهلين 5000 ريال. الله يبارك فيك. من أول محاولة وإن شاء الله يستمر. إن شاء الله يا رب. إن شاء الله. والله لو عندنا الحين حطنا مع بهمن في القصدير. نقعد في الهجوم ولا نغير؟ 5000 ما في كباب بعد تعطونا إياه فوق. نعطي كباب، تبغين دياي ولا لحم؟ نطرشه مع الزبيدي و5000 وكباب. أبشري بالخير إن شاء الله. أبشرك بالجنة. نقعد في الهجوم ولا نغير؟ خلنا في الهجوم. رقم 7. خذينا رقم 3، نروح حق رقم 7. بسم الله. وينك يا رقم 7؟ رقم 7 بسم الله. شاعر قطري سعيد بن سالم البديد المناعي رحمة الله عليه يقول: يا حمد يا شوق البنية الخراعيب، يا ولد سالم يا نسل ذيك الأنجاب. بيت قصيد وركزي في بعض الكلمات. يا حمد يا شوق البني الخراعيب، يا ولد سالم يا نسل ذيك الأنجاب. ما معنى كلمة الخراعيب؟ البواكي ولا الكريمات ولا فتاة جميلة؟ هو يتغزل الحين في بيت القصيد. أكيد الفتاة الجميلة. أكيد فتاة جميلة. ألف مبروك وتستاهلين 1000 ريال. الله يبارك. أصبح الرصيد 6000. إن شاء الله نحافظ عليه. نقعد في الهجوم ولا نغير؟ الهجر رقم 10. الهجر رقم 10. لا خلاص الحظ ماشي هني ماشي. بسم الله. شو يقول رقم 10؟
6000 تاخذينها ولا نقول لك معوضه خير؟ ان شاء الله ناخذها من نصيبنا. ان شاء الله من النصيب، وابشري بالنصيب، ان شاء الله تزيدها 1000 ريال. سؤال، جاهزه؟ جاهزه. من هو اول الخلفاء العباسيين؟ هل هو ابو العباس السفاح ولا عبد الله بن علي او ابو جعفر المنصور؟ اول الخلفاء العباسيين ابو العباس السفاح ولا عبد الله بن علي؟ السفاح. ليش متاكده مو ابو جعفر المنصور؟ لا، ابو العباس. متاكده؟ متاكده. ألف مبروك وتستاهلين الألف ريال. 7000 ريال، ألف مبروك. نروح للريان عبيد، مساك الله بالخير. مساك الله بالنور والسرور. مبارك عليك الشهر. علينا عليك تبارك. عبيد شاب الشعر يا عبيد؟ لا والله ما شاب للحين. كافو كافو، أبشر بالخير، يمكن يشوف هالبرنامج. شفت البرنامج وعارف آليته؟ صحيح. توكل على الله، تبغي خيل ولا هجم ولا طيور؟ طيور. الطيور عندك 3 انواع من الطيور. عبيد انت راعي مقناص؟ والله ان شاء الله. ان شاء الله عندك 3 انواع من الطيور، عندك الحر والجير والشاهين. الحر. الحر. الحر راح رقم 1 اللي راح. عندك من 2 الى 5؟ 4. أربعة، نقول 4 يا عبيد. عبيد عندك حد يساعدك؟ إن شاء الله، عندي الشباب. الشباب ما يقصرون، سلم عليهم وبارك لهم برمضان. الله يسلمك إن شاء الله. سؤالك بدون احتمالات، اللي بدون احتمالات تحصلون الثواني زايدة 15 ثانية. يقول لك من هو العالم المسلم الذي أسس علم الجغرافيا الحديث؟ من هو هذا العالم المسلم اللي أسس علم الجغرافيا الحديث؟ في اختيارات ولا؟ ما في اختيارات، عطني اسم يعتبر من كبار الجغرافيين في التاريخ. يكنى بأبي عبد الله. ما اسمع؟ الإدريسي. هو يلقب بالشريف الإدريسي. ألف مبروك وتستاهل، ما شاء الله عليك. لا أنت ما يحتاج احتمالات. نقعد في الطيور ولا نغير؟ نغير. نغير، الهجم ولا الخيل؟ هجن. هجن. 4 5 6 8، أي رقم نقول؟ 6. 6، توكل على الله. هذا 4 و5، وين 6؟ بسم الله بسم الله. 6. لا إن شاء الله أنك بتحله يا عبيد بإذن الله. سؤال بألف ريال، جاهز؟ جاهز. يقول لك يصنع من الفخار مخروطي الشكل، يحفظ الماء ويبرده، ثلاجة، الحب، قرو. يصنع من الفخار مخروط. ما اسمع؟ قرو. ثلاجة ولا الحب ولا قرو؟ ثلاجة. ثلاجة مصنوعة من الفخار. الله يسامحك يا عبيد، الإجابة هي الحب. الحب. الحب مصنوع من الفخار. ما عليه ما عليه، عندك 1000 ريال وبقي لك محاولة. نقعد في الهجن ولا نغير؟ نقعد في الهجن. نقعد في الهجن. 4 5 8. 3 كروت. 5. 5، هذا رقم 5. بسم الله، يلا نعيضك في هالسؤال، إن شاء الله تأخذ 2000 ريال يا رب. السؤال بألف وعندك 1000، إن شاء الله 2000. في أي البلدان الإسلامية الحالية وقعت معركة ملاذ كرد الكبرى؟ في معركة اسمها ملاذ كرد الكبرى، وين كانت؟ ملاذ كرد؟ نعم. كانت المعركة في العراق ولا تركيا ولا إيران؟ ملاذ كرد. نعم. تركيا. دارت بين الإمبراطورية البيزنطية والسلاجقة المسلمين. ألف مبروك في تركيا، ما شاء الله عليك، العلامة الكاملة. الآن خلونا نعود في الاستديو، نقول لهم جعل فيه العافية. أنا قلت 3000 يا حسن، 2000 ريال، هو فاز بسؤالين وأخطأ في الحب. 2000 ريال يا عبيد وتستاهل. خلنا نعود في الاستديو عند إخواني عبد الرحمن وخالد، عندكم الصوت والصورة. شكرا فهد، وما زلنا مستمرين مع ضيوفنا. أبو محمد، نبي نسألك عن النشأة والبداية والدراسة والتخصص الرياضيات إلى أن وصلت إلى أمريكا. صحيح.
أنا ولدت مواليد سنة 1979 ودرست في مدرسة طارق بن زياد الابتدائية، فيما بعد حولت إلى مدرسة أبو يوب الأنصاري الإعدادية، وفيما بعد مدرسة الدوحة الإعدادية. في هذه الفترة من الزمان ما كان عندنا أي نوع من الملهيات اللي موجودة عندكم الحين، اللي هي شو اسمه الآيباد وغيره، فكان الشيء الوحيد اللي موجود عندنا ثلاث أنواع من الرفاهية أو الترفيه. النوع الأول هو التلفزيون، والتلفزيون هذا ثابت لازم تكون موجود قدامه في ساعة معينة وسكر عليك في ساعة معينة. النوع الثاني كان شرائط الفيديو الفي اتش اس والبيتا ماكس، وهذه كنا يعني نجمع النفيس والغالي بس عشان نقدر نشتريها. والنوعية الثالثة الرخيصة اللي هي الكتب، فإحنا أفرطنا في الثلاثة. الكتب طبعا اللي كانت موجودة عندنا، كانت عندنا نوع من أنواع الكتب اللي هي الراقية جدا، ما تسمى بالليتراتور أو الكتب الرفيعة، مثال روايات نجيب محفوظ، كتب العقاد، كتب طه حسين. فكانت في مرحلة أبو محمد أنت تقراها؟ هذا أتكلم، أنا أتكلم وياك في مرحلة ابتدائية وإعدادية. ما شاء الله. مو على كيفك ترى، مو على كيفك. يعني هذا يا أنك تقرأ يا أما أنك تموت من الملل في ذاك الزمان. نعم. فأنت مضطر أنك تقرأ هذه الأشياء. الأشياء اللطيفة كانت هي المترجمات. كان عندهم مغامرات أرسين لوبين، أغاثا كريستي وغيرها، آرثر كونان دويل. فكنا نقرأ اللي تقدر توصل. والمجلات اللي قبل. والمجلات طبعا كان عندك مجلة ماجد وهذه، بس كانت يعني شهرية أو أسبوعية. كان عندنا المدرسين، كانوا يجيبوا لنا مدرسين من الأزهر، وذيل المدرسين ما يؤمنون بشيء اسمه كتب أقل من كتب طه حسين، كانوا يجبروننا على القراءة. كان الجيل مالنا يقرأ أكثر من الجيل الحالي. توجهنا بزيادة إلى الروايات المترجمة. هني ابتدأ العشق بيني وبين المترجمين، مثال منير البعلبكي، سامي الدروبي وغيرهم من المترجمين المخضرمين، رمضان لاوند وغيرهم. حبيت النوعين من طريقة ترجمتهم يعني؟ ولا طريقة ترجمتهم إيه، لأن أنت لما تقرأ كتبهم هؤلاء الأشخاص بتلقى أن لولا بس ذكر أسماء أجنبية وذكر أماكن أجنبية لا تخيلت أنك أنت في شو يسمونه بلاط السلطان. نعم. لا تخيلت أنك أنت في بلاد عربية. أسلوبهم كان جميل وراقي طبعا، لا يمكن أنك تقارن بأي شيء موجود في زماننا الحالي. حتى مترجمين يعني عباقرة من أمثال صالح ألماني من المترجمين شبه المعاصرين حاليا، ما لا يمكن أن يرقى إلى المترجمين في زماننا الماضي، لأن مترجمين الماضيين كانوا يقرؤون لمن؟ يقرؤون للمنفلوطي، يقرؤون لطه حسين، يقرؤون للجاحظ. أما مترجمين الحاليين يقرؤون لمن؟ ليش اسمه كتاب الزمان الماضي. سبحان الله، في نوع من الانحدار في اللغة من مع مرور الزمن. نعم. المهم أنا أقول لك إن بديت أعشق الروايات الأجنبية، بديت أعشق المترجمين. يعني أنت ميولك أدبية دكتور، وأنت حين تخصص رياضيات في نفس الوقت. كنت نبي نعرف شلون في نفس الوقت كنت في المدرسة، كنت يعني سبحان الله، شوف ربك يخلق لكل إنسان فطرته الخاصة فيه، صح ولا لا؟ بتلاقي واحد من الشباب يعني يقدر يدخل ويلعب في الإلكترونيات ويصلح الشغل اللي في البيت. أنا ما أقدر على هالشيء، أي حاجة فيها شغل يدوي ما أقدر عليها. أنا وجدت أني أنا المادة الوحيدة اللي أدخل فيها وأطلع منها ما عندي أي نوع من المعاناة هي الرياضيات. تصدق أو لا تصدق؟ يعني أدخل تاريخ أعاني، أدخل نصوص أعاني، مع حبي للغة العربية، مع حبي للتاريخ، إلا أني أعاني في طريقة التدريس الفلسفية، طريقة التدريس اللي هي التلقينية. الرياضيات هو يتكلم، أنا أتكلم، الطلاب يتكلمون، سبحان الله الفكرة كانت توصل لي. جميل. أوكي؟ فيوم وصلت إلى الثانوية العامة كان تبلورت عندي أن أنا فعلا أبي أكمل تخصص ميولي رياضيات، ميولي علمية. نعم. علمية رياضية يا فيزيائية. وسبحان الله الحمد لله أن أنا قدرت أكتشف هالشيء في وقت مبكر، لأن هذا سبب لي يعني ارتياح نفسي في الفترة اللي جات. طيب أبو محمد، عشان نستكمل هذا الكلام، متى اكتشفت هذا الشيء؟ انت ذكرت ان شوي كانت ميولك ادبيه بحكم القراءه وغيرها، فممكن خلاص تتكون شخصيه الدكتور خليفه، انه خلاص في هذا الوقت خلاص تكونت شخصيتك. لكن صحيح. اكتشفت فيما بعد ان نقدر نقول الملكه يعني بالنسبه لك كانت في الرياضيات. خلينا نقول ان عندك هوايه وعندك حرفه. انا اكتشفت ان حرفتي اللي ما اقدر ادرس غيرها هي العلوم والرياضيات. تقهوى جزاك الله خير. العلوم والرياضيات.
هذا متى؟ في الاول ثانوي اظن، في اول ثانوي على نهايه الثالث اعدادي. طبعا زماننا مختلف الحين، الثالث اعدادي قاموا يسمونه الصف التاسع وبعدين قاموا يسمونه الاول ثانوي الصف العاشر. فتقريبا قبل ما اتخرج بسنتين او ثلاثه انا اكتشفت اني انا خلاص انا ساتجه الى الرياضيات، الى العلوم، واشوف وضعي في المستقبل. كنت احب الرياضيات، بس اساتذتنا كانوا شويه ايش اقول لك ماديين اكثر، كانوا يقولوا لنا ان المستقبل الهندسه، فادخل هندسه بحكم سوق العمل ذاك الوقت، بحكم سوق العمل. وبعدين كان عندي شغف. سنه كم؟ سنه تقريبا 94 93. طيب، فكان عندي شغف اني انا بادرس في الخارج. فلو نفكر فيها من الناحيه التفكيريه البحته، من التجريديه البحته، من غير ما نحكم فيها العواطف، انا ما راح ادرس في الدوحه، اذا معناته الدراسه الادبيه ما راح تكون يكون لها مكان. انا عشقي الاول والاخير هو اللغه العربيه، وعشقي الاول والاخير هو الروايات. هذه ما راح اقدر ادرسها في الغرب، في امريكا. في امريكا الشيء الوحيد اللي ممكن اني انا ابدع فيه شيء هو علمي. علمي ممتاز. ليش؟ كما كانوا يقولون، لئن كنت اسدا بين الذئاب خير لي من ان اكون ذئبا بين الاسود. فانا لما رحت بين الامريكان كنت اسد بين الذئاب. هم مو بزينين في العلوم، وانا يعني فوق المتوسط في العلوم. فالتمع النجمي في 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 جامعه ميزوري، كانت بدايتي في الهندسه، وكملت تقريبا 90 ساعه في الهندسه الصناعيه، الين اكتشفت انه خلاص ما اقدر اشتغل بيدي، ما اعرف. هذا النقطه اللي قلتها قبل وانت تتكلم، ايه ان انا يدويا ما راح اقدر افيد المجتمع. اكون مدير مصنع وادخل. طبعا كانوا مودينا زياره ميدانيه الى مصنع، وكان في مثل مضخه شكل كباسه تكبس الاشياء. كنت احس ان قلبي في النص بين المطرقه والسندان كما يقولون. قلت خلاص يا ولد، انا ارجع الدوحه واشتغل اي شيء، ولا اني انا اكمل في الهندسه. ما يعني ما راح هذا بعد 90 ساعه، يعني تقريبا 3 سنوات. عندي قدره على الاستحمال، عندي قدره على الاستحمال، كان ممكن اني اكملها، بس ما حبيت اني انا غلط نفسي واكمل واصير مهندس متوسط الحال، ولا اني اصير عالم رياضيات متميز او دارس في الرياضيات متميز. جزاهم الله خير، وافقوا انه يعطوني الدوله. كنت مبتعث على حساب الدوله في البكالوريوس، تحويل التخصص. كانوا يهددوني في البدايه، تدري ان احنا صغار، فكانوا يستخدمون ويانا اسلوب العصا والجزر. اخر شيء قلت لهم انا برجع، قالوا وش رايك زين نعطيك حاجه في النص احصاء. قلت زين، الاحصاء تقريبا ترى تعتبر رياضيات تطبيقيه، فكملت فيها. وبعدين الحمد لله خلاص مشت الامور. نعم. مشت نعم. الامور، الله يعطيك العافيه. يعني من الادبي الى الرياضيات الى بعدين أمريكا. رجعنا للادبي. نعم نعم، بعدين رجعنا، نرجع عقب معك احنا الى الادبي الله. لكن نروح لابو علاء. ابو علاء، نبي ذكريات الوكرم سعيد، البدايات كيف شفتها، شنو ذكرياتك اللي مطبوعه في ذاكرتك لحد الان؟ والله الذكريات كثر، يعني لان حياه ممتده. نعم. لكن بوجه عام، الحياة نفسها والرتم بتاع الحياة اللي عشناه نحن في مسعيد كان فريد في نوعه. نحن شبيبة جينا فوق 100 وشوية في مسعيد، واندمجنا في العمل مع زملائنا القطريين، وتعارفنا، جبنا أسرنا وسكننا مع بعض. وأصبحت بناتنا وسائق بتاعت صداقة ومعرفة وزمالة، ربطتنا بصورة ممتدة لليوم. نحن نعرف الناس اللي كانوا شغالين معانا في السبعينات والثمانينات والتسعينات، واللي تركوا الشغل ومتواصلين لحد الآن، بحميمية كويسة يعني بيناتنا. احنا نبغي ابو علاء، اول ما جيت مسعيد، يعني انت الحين خلاص خلصت الدوره التاسيسيه في الوزاره الداخليه. أيوة. صح، رحت الان الى مسعيد، مشينا نحن المجموعه دي كلها داخل مسعيد. شلون كانت البيوت، الشوارع، الناس؟ مسعيد كانت شفتها؟ بسيطه جدا جدا. احنا معنا مخرجنا مبارك البعينين من هالوكره. أيوة. قاعد يسمعك الان، هو يبي الذكريات هذه. مسعيد كانت مدينه بسيطه يعني. نعم. وطابع ريفي، مش ريفي عربي، لا، ريفي أوروبي. مسعيد مساكنها مساكن دون أسوار، يعني تلقى البيت مبني
ما عليه سور. والمساكن الموظفين اللي كانوا موجودين. دمو سكن الموظفين أيوة اللي يعني. هو كبار الموظفين. ما زالت موجودة. ما زالت موجودة وهي بنفس وضعها كم وخمسين سنة. نعم. كويس. هذه المساكن ولسه أنت تشوفها تحس نفسك في دبلن في حتة في يعني ما. مش في قطر. في قطر. وامتدت الجانب العربي كان في حي العرب. ايوه برضه مساكنه ارضيه وزاد مساكن جلف هاوسين بنفس مساكن تركيب بنفس الوتيره حقت شنو ما فيها اسوار او سور بسيط شفت شنو وشوارع بسيطه سوق ما في سوق يعني بالمعنى اللي احنا نقول عليه سوق سوق وكره الوكره القديم كان موجود ولا الوكره القديم ما كان فيها سوق قديم يعني كان في سوق قديم الوكر قبل. كان بس فيها الشارع العام اللي هو عند شنو ها اللي هو عند دوار الصدف دوار الصدف لحد بيت عبد الله عبد الغني هذا بس كان اما المنطقه الجنوب جغرافي ده كله ما كان فيه اي مباني طيب المساكن كان عندكم سكنكم الرئيسي كان في مسعيد سكننا في رئيسي مش في الوكرة لا مسعيد جينا نزلنا كعزاب في نادي نزلنا فيه وتوزعت لنا مباني كانت بريكسات حقت المؤسسة العامة القطرية للبترول آنذاك في كلاين غرف ومعها مجمع حمامات خارجي اتوزعت لنا وسكننا عليها وأصبحت فيما بعد توزعت غرفتين غرفتين عشان نجيب فيها أولادنا وكملنا نحن عليها بسور ومطبخ وحمام وهكذا كوننا شنو؟ مساكن فريج يعني مع بعض أيوة. أيوة. وسعيد نفسها ما كان فيها المساكن بالعددية الكبيرة زي ما قلت لك نعم نعم يعني كانت نعم احنا ابو علاء بنستمر معك في هذه الذكريات لكن بس ننتقل الان الى المسابقات نعطي فرصه للمتصلين مع فهد الكعبي فهد تفضل كلمه عندك دام فضلك اخوي خالد وعبد الرحمن لا انت ولا هانو اكيد ضيوفنا واستمتعنا معاهم في هذه الذكريات خلونا نروح معاكم العزيزيه لولو مساك الله بالخير عليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا مرحبا مبارك عليك الشهر علينا وعليك تبارك مبارك عليك الشهر الله يبارك فيك شايف البرنامج زين حالك يلا تبغين خيل ولا هجن ولا طيور الطيور توكل على الله عندنا ثلاث انواع من الطيور عندك الشاهين والجير والحر اي نوع الحر توكل على الله واحد وأربعة الله. واحد وأربعة اللي راحوا عندك اثنين ثلاثة خمسة اي رقم نقول اثنين توكل على الله والنعم بالله توكل على الله رقم اثنين ساعدنا يا فهد ابشر ان شاء الله ابشري بالخير انت بس ركزي معانا ها ان شاء الله سؤال بألف ريال يقول لك من ادوات قطع الخشب هذا الخشب في شيء يقطعه من ادوات قطع الاخشاب الكبيره يعمل عليها شخصان كل شخص يمسك طرف يعني واحد هنا وواحد هناك عشان يقصون الخشبة شو اسمها الدستية ولا الحكاكة ولا كشاشة الدستية الحكاكة كشاشة كشاشة ولا الدستية الدستية الأول واحد رقم واحد 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 الله واحد ألف مبروك وتستاهلين ألف ريال أبشري بالخير إن شاء الله نقعد عند الطيور ولا نغير نقعد عند الطيور نقعد عند الطيور ابشري يا يمه تبقين الحر ولا الجير ولا الشاهين الشاهين ثلاثة واربعة اللي راحوا عندك واحد واثنين وخمسة هاي يا يمه اي رقم نقول واحد ولا اثنين ولا خمسة خمسة توكل على الله عندنا هذا خمسة نشوف والنعم بالله ابشري بالخير سؤال دم فضلك سؤال يقول في أي سنة تم سك أول دينار عربي إسلامي يعني أول سنة صنعوا الدينار الإسلامي
سنة 77 هجري ولا 100 هجري ولا 37 هجري؟ في عهد الخليفة عبد الملك بن مروان سنة كم؟ 77 إن شاء الله. إن شاء الله، ألف مبروك وتستاهلين ما شاء الله عليك. لا أكو تعرفين تقول ساعدنا وأنا ساعدكم. تبغين الطيور ولا نغير؟ الطيور بعد. خلنا في الطيور دام الرزق ماشي في الطيور. في الطيور عندنا رحت للحر والشاهين، تبغين الجير ولا نعود على الحر ولا نقعد في الشاهين؟ الجير إن شاء الله. الجير إن شاء الله. من كل بستان زهرة عندك من واحد إلى خمسة. واحد إن شاء الله. واحد إن شاء الله. إن شاء الله. عندي من واحد إلى خمسة. عندك كم عندك؟ عندي من واحد إلى خمسة. 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 خمسة إن شاء الله. توكل على الله. توكل. والنعم بالله. سؤال بألف ريال. الحين عندك 2000. توكل. والنعم بالله. يلا. يصاب الطير الكفاخ بتمزق في أجنحته وصدره، ماذا يسمى؟ الطير ما إذا يكفخ وايد يصيده شيء في جناحه وصدره، شو يسمونه؟ ملوع ولا كوكسيديا ولا إرداد؟ إرداد ولا ملوع ولا كوكسيديا؟ ملوع. ملوع. ملوع يتملع. ألف مبروك وتستاهلين 3000 ريال. مشاهدينا الكرام، ما زلنا مستمرين معاكم في الحلقة الثالثة من ليالي رمضان. نرجع للاستوديو متى؟ عقب هذا الفاصل. فاصل ورجع لكم، لا تروحون بعيد. حياكم الله مشاهدينا الكرام جديد بعد هذا الفاصل، ونستمر معكم في حلقة الليلة من برنامج ليالي رمضان. راح يضيفنا من جديد، نقول يا مرحبا بك ومسهلا دكتور خليفة عبد الله الهزاع. يا مرحبا بك ومسهلا الكاتب والمترجم القطري، الله يعطيك العافية. وأيضا الأستاذ هاشم حماد المقيم والعامل في وزارة الداخلية سابر، يا مرحبا بك ومسهلا أبو علاء. دكتور خليفة، لو نتكلم على موضوع، جيت أمريكا غيرت التخصص من بعد طبعا جلوسك مثلا 90 ساعه في هذا تخصص الهندسه، الان حولت على احصاء. احنا نطلع شوي من مود التدريس والمود الاكاديمي نقدر نتكلم عنه، نبغى نعيش او نعرف منك موضوع الغربه هناك، يعني خاصه في اوائل التسعينات ما كان في وسائل التواصل هذه اللي موجوده حاليا، كيف تعايشت هناك في الغربه خاصه في امريكا يعني بعيده، يعني حتى لما تسافر مثلا من الدوحه كان ممكن نقطتين او ثلاث نقاط ترانزيت عشان توصل او العكس. طبعا في المعاناه مختلفه، انت 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 تحدثت عن كبير. كانت المعاناه اللي موجوده عندنا ما راح تفهمونها انتم ابناء الجيل الحالي، لان حتى يوم كنا احنا نبي نترجم، انتم الحين بكل بساطه تحط عندك برنامج ترانزليت تتكلم فيه يطلع لك اياه باي لغه تبيها في العالم. احنا كنا نشتري جهاز خاص ب 1000 ريال، شفت انت جوالك يعني جهاز بس الترجمة تكتب فيه الكلمات ويطلع لك إياها بالعربي، واللي ما عنده حق هالجهاز كنا ناخذ ويانا له قاموس، دائما القاموس في جيبنا، القاموس الصغير، أو إنك أنت تحترم نفسك وتتعلم إنجليزي زين، ما عندك أي حل ثاني، غصب طيب لازم بتتعلم إنجليزي بسرعة عشان تقدر، يعني ترى استخدام القواميس إعاقة، خلنا نقول هذا الشيء، وهو لازم ممارسة، لابد من الممارسة، ولابد إنك أنت تستطيع إنك أنت تتكلم من غير ما تستخدم القاموس، وهذه طبعا ملكة ما توفرت لي في أثناء دراستي، هذه الملكة توفرت لي بعد ما أخذت البكالوريوس، بعد 4 سنوات كاملة في أمريكا، عندي اللغة اللي هي التحدثية، لغة المخاطبة،
بس لغة أنك أنت تجلس وترجم الأدب هذه ما توفرت لي. طيب في الاختبارات شلون كنت مثلا تختبر وغيرها؟ كنا علوم الله يسلمك، فما اللغة اللي مطلوبة في العلوم يعني أقل ما يمكن، ما مش محتاجة إلى شيء كبير، وهذا الشيء تنفيذ بالأكثر يعني تطبيقي، يعني تطبيقية أكثر. لو أني أنا داخل آداب في أمريكا كنت بأتعب، ليش؟ أن مستوى اللغة المطلوب في الآداب مستوى أعلى، وهذا الكلام موجود في كل العالم حتى في بلادنا. تحتاج مخزون لغوي أكبر، تحتاج مخزون لغوي أكبر لما أنت تجي وتكتب لي إنشاء أو تعبير، مش لما أنت تحل لي مسألة في الفيزياء. طيب الحياة العادية في أمريكا، المعاناة، الغربة شلون كانت؟ يعني السكن وغيرها يعني. زين، يعني يشاء الله أني أنا لما رحت إلى مدينة في أمريكا، رحت إلى كولومبيا ميزوري. مدينة كولومبيا ميزوري هذه من اللي يقال لها بالإنجليزي تو هورس تاون، مدينة ما فيها إلا حصانين يعني من كثر ما هي صغيرة. ولو أنك ترسم حرف إكس على أمريكا لو وجدت أني أنا موجود في الوسط بالضبط، ملتقى الخطين. كانت المدينة يعني فيها مدينة هادية، يعني نقدر نقول أكثرهم رعاة بقر. شفت رعاة بقر ما يسمون بالردنك، أصحاب الكوبوي، كوبوي أصحاب الأعناق الحمراء، من كثر ما يشتغلون في الشمس فالأعناق تكون عندهم حمراء وهم بيض في الأصل. شوية يعني ما كان في عندهم التقبل الكثير، خصوصا لسمرتنا احنا لوننا مش متقبل عندهم. في ذيك الايام طبعا الحين يعرفون العربي، في ذيك الايام كانوا يظنون ان احنا مكسيكان، كانوا يقولون كم ايت بوريتو، تعال اخذ ويانا بوريتو ولا مش عارف ايش من الاكلات المكسيكية. في قبل احداث سبتمبر كنا مسافرين الى موصلين واحد من الاخوان السعوديين الى بانجورمين. هذه بيننا وبينها تقريبا ما لا يقل عن 20 ساعة من كولومبيا ميزوري إلى بانجورمين. ويوم نزلنا إلى المطعم كنا ثلاثة، فمرت علينا الجرسونة فتسأل الأول، قال لها أنا أبي كذا وكذا وكذا بس نو بورك، يعني لا من غير خنزير. فمرت على الثاني، طبعا إحنا هذه عادة وتقاليد أي مطعم بندخل فيه بنقول نو بورك. مرت على الأخ الثاني قال لها نو بورك، مرت على الأخ الثالث قالت نو بورك، عسى ما شر، إيش عندكم؟ إيش سالفتكم؟ قال لها احنا مسلمين، اسلام. قالت وات از ذس، وشو الاسلام؟ مو بعارفين الاسلام. ويا شاء الله بعد سنه واحده تصير احداث سبتمبر ويصير الاسلام اشهر من نار على علم في ذيك البلاد. نعم يعني يمكن يعني هذه ذكريات انت تتذكرها من 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 امريكا. انا برجع لابو علاء مره ثانيه. ابو علاء انت تكلمت عن عندكم تعاده في السودان احنا نعرفها، انه تطلعون بالفطور برا في الشارع وتعزمون كل حد مار في الطريق. هذه العادة شلون قدرت أنت تقوم بها في قطر؟ وكيف شفت اختلاف العادات بيننا وبين قطر وبين السودان؟ والله العادة دي فعلا نحن من طباع السودانيين ومن موروثهم وعاداتنا التقليدية إنه يفطر خارج البيوت. نعم. على الشوارع وعلى الطرقات بهدف عبر السبيل يجي يفطر معاهم، بالذات اللي يجي على أوقات قبل الأذان بشوي. يعني شفت شنو عندنا ناس في الطرق العامة يقطعون الطريق العام حتى الناس السيارات تجيب والناس تفطر، بالذات الطرق السفرية. فلما جينا هنا جينا كأسر زي ما قلت لك نحن عدد كبير. نعم. وجينا في بيئة محصورين كلنا في يعني قاع واحد كويس، فالتداخل والعادات متبادلة بيناتنا كشعب. نعم. والقطريين وبعض الجنسيات العربية اليمنيين نفس الشيء، خاشين معانا في نفس الوتيرة كعرب وكمسلمين وكلغة واحدة وكعمل واحد وكزمالة واحدة. فنحن بيجينا نفطر على الشارع. ايوه نعم. بنعمل خيمه ونجيب افطارنا كلنا ونجلس، ويجونا زملائنا العزاب يفطروا معانا، ويجونا اصدقائنا من الجنسيات المختلفه وزملائنا يفطروا معانا، وهذه استمرت معانا لعشرات السنين. نعم. الله يعطيك العافيه، يمكن احنا استمتعنا بالحديث معكم، فالله يعطيكم العافيه. نشكر السيد هاشم حماد المقيم في دولة قطر العامل في وزارة الداخلية، الله يعطيك العافية، بيض الله وجهك على تواجدك معنا أبو علاء، واستمتعنا بالحديث معك أيضا. الشكون أبيض.
نشكر الدكتور خليفه عبد الله الهزاع الكاتب والمترجم القطري، الله يعطيك العافيه. الله يسلمك يا ابو محمد، وكان ودنا بعد عندنا نعرف تفاصيل اكثر عن موضوع الترجمات وغيره، لكن ان شاء الله في لقاءات باذن الله. الله يعطيك العافيه، بيض الله وجهك على تواجدكم معنا. شكرا لكم، شكرا لكم مشاهدينا الكرام، احنا نستودعكم الله الى اللقاء قادم باذن الله، لكن نترككم مع فهد الكعبي والمسابقات. فهد تفضل، كل ما عندك. لا انت بيض الله وجهك يا خالد وعبد الرحمن وضيوفكم الكرام، وايضا بيض الله وجهكم مشاهدينا على حسن وطيب المتابعه. خلونا نطلع من قطر نروح للكويت. السمي فهد، مساك الله بالخير. جزاك الله بالخير والعافية، بارك عليك ما الشهر. علينا وعليك، تبارك، مبارك عليك الشهر. علينا وعليك إن شاء الله، نطول عمرك. وعمرك ما يقصر. شلون الأجواء عندكم في رمضان؟ لا الحمد لله ما تفرق عنكم إن شاء الله. ما تفرق، ولكن الجو عدا بارد عندكم؟ لا لطيف، الجو لطيف. اللهم لك الحمد، لا والله إحنا عندنا هني برد والله، اللهم لك الحمد، أمس برد واليوم شوي حية. يلا شفت الحمد لله، شفت البرنامج؟ شفت البرنامج. وتعرف الآلية؟ ان شاء الله. توكل على الله. تبغى خيل ولا هجن ولا طيور؟ لا هجن. هجن هجن يا حسن، شو اللي راح منه الهجن يا حسن؟ والله راح. باقي 4 و8 يا سمي، اي رقم نقول؟ 4 ولا 8؟ 8. 8 توكل على الله. 8 ايش يقول؟ 8 بسم الله، هذا 8. عندك حد يساعدك يا سمي؟ ايه صديقي. صديقك الله يجمعكم ولا يفرقكم، شو اسمه؟ عايد. عايد، سلم عليه وعايد به برمضان المبارك، وان شاء الله نعايد بكم بالعيد ان شاء الله. الله يرحم والديك. في سؤالك يقول: من يقوم بتنظيف القطن وفرزه وتنقيته؟ شفت القطن؟ تعرف القطن؟ ايه ايه نداف. ما شاء الله عليك، ألف مبروك وتستاهل 1000 ريال. الله يرحم والديك. ووالديك. نقعد في الهجوم ولا نغير؟ لا نروح لل الطيور ولا الخيل؟ الطيور إن شاء الله. الطيور إن شاء الله. عندك شاهين، عندك جير، عندك حر؟ حر. حر، توكل على الله. الحر باقي منه الله يسلمك 3 و5. أي رقم نقول؟ 5. 5. 5. سؤال بالفريال أيضا، يقول سؤالك: قال الشاعر القطري صالح بن سلطان الكواري: مقيلك أو مقيلك بركات بها الظل وافر، غرب من الديرة بعيد عن العافي. ما معنى العافي؟ مقيلك بركات بها الظل وافر، غرب من الديرة بعيد عن العافي. معنى العافي؟ الصحراء. اصبخات ولا الصحراء ولا ساحل البحر؟ هو شبقي يبعد عنه، يبغي قيل، يبغي يبعد من شيء. وش هو العافي؟ صبخات. ما اسمع. صبخات. انت قلت الصحراء وقلت صبخات، الإجابة خطأ، هي ساحل البحر، ولكن عندك 1000 وباقي لك فرصة. نقعد في الطيور ولا نغير؟ لا الطيور. 3. الطيور. عندك الحر، الجير، تبغي الحر بعد رقم 3؟ ايه. توكل على الله. سؤال بألف ريال، يقول لك: من أخطر الأسماك رأسها منضغط أشواكها سامة، شو اسمها هالسمكة؟ قروض ولا فريالة ولا درباحة؟ سمكة خطيرة، انتبه للوقت يا سمي. فريالة يمكن؟ ما اسمع. فريالة. فريالة. سمي ألف مبروك، 2000 ريال وتستاهل. 1000 و1000. السؤال الثاني 2000 ريال. سيف من الضعاين، مساك الله بالخير. مساك الله بالنور اخوي فهد، مبارك عليك الشهر. علينا وعليك تبارك. قلنا احنا بنقعد هنا عند الطيور، الحر خلاص خلص، تبغي الطيور ولا تبغي الهجن ولا الخيل؟ بختار المكان اللي ما حد راح له. كلهم راحوا له. ايه ايه. الطيور ان شاء الله. الطيور ان شاء الله. باقي عندك الجير وباقي عندك الشاهين. هيا سيف. بروح الشاهين ان شاء الله. نروح للشاهين، باقي 1 و2. اي رقم نقول؟ رقم 2 ان شاء الله. رقم 2. انت تعبان يا سيف، تبغي ترقد ولا؟ لا والله ما بتعبان، لكن ها فيك شيء، صوتك مو بعاجبني يا سيف. لا نبغيك مصحصح معانا.
لا لا صح صح خوي فهد والله صح صح. بعدي بعدي بيض الله وجهك يا سيف. سيف رقم اثنين اللي اخترته سؤال من غير احتمالات. في أي عام بدأت بطولة كأس آسيا لكرة القدم؟ سنة كم؟ عطني تاريخ. 1956. ما شاء الله عليك 1956. ألف مبروك وتستاهل. لا ما شاء الله عليك سيف انت فاجأتني صوتك يعني يوحي انك ما ادري. لا لا تكتيك تكتيك خوي. لا تكتيك خطير انت والله تلعب على المرتدات. معلومات زينة الرياضية سيف ها؟ بالله. يلا نقعد في الطير ولا نغير؟ نقعد في الطيور ونحول ال وين؟ في نفس الشاهين واحد. الشاهين وناخذ رقم واحد. انزين انت كله في الطيور. الهجم ما رحنا لها والخيل ما رحنا لها. في الخيل مرات يحطون لها شيء حول عينها على يمين وعلى يسار العين. لماذا توضع القمائم على جانبي عيني بعض الأحصنة مو بكل الخيل بعضها؟ ليش؟ حمايتها من الخوف والتشتت ولا حمايتها من البعوض والحشرات ولا للزينة بس يحطونها؟ من الخوف والتشتت إن شاء الله. من الخوف والتشتت. عندك وقت ما انتهى الوقت. للزينة إن شاء الله. أنت إيش قلت في البداية؟ انتهى الوقت الحين. إيش قلت لي أنت؟ حماية من الخوف. لا لا أنت إيش قلت في البداية؟ خلك ركز ركز يا سيف. أول شيء قلته وش هو؟ ها؟ أول إجابة قلتها لي وش هي؟ قلتها حماية من الخوف. أول حماية من الخوف والتشتت. ألف مبروك وتستاهل. أنا حاولت أشتتك وأنت تشتت على طول يا سيف. هذا يسمونه يطلق عليه بلانكر. فيه كامل وفيه نص. هذا عشان الخيل اللي حوله إذا كان في إسباق ما يتروع. وبعض الخيل إذا الخيل في جنبه يخاف ويمسك معاهم يعني وسيلة. الآن نقعد في الطيور ولا نغير؟ نقعد في الجير إن شاء الله. يلا باقي لنا الجير. خلصنا الشاهين اليوم وخلصنا الحر الجير. عندك خمسة اللي راح. عندك من واحد إلى أربعة. أي رقم نقول؟ اثنين إن شاء الله. اثنين إن شاء الله. توكل على الله. اثنين. سؤال بألف ريال. عندك هناك 2000 صح؟ نعم. وباقي لك سؤال بألف. من هو مؤلف كتاب المختار في الأغذية؟ ابن النفيس ولا ابن البيطار ولا ابن الهيثم؟ كتاب المختار في الأغذية من هو المؤلف؟ ابن النفيس. ابن النفيس إن شاء الله. متأكد يا سيف؟ اي متأكد. انت ختامها مسك نختم معاك ب3000. اي بالله ان شاء الله. ان شاء الله. الف مبروك وتستاهل. اجابتك صحيحة ما شاء الله عليك. طبعا مشاهدينا ومستمعينا الكرام وبذلك نكون وصلنا معاكم الى نهاية تغطية الليلة من الحلقة الثالثة من ليالي رمضان. ان الله احياني واحياكم. موعدنا معاكم القابلة الساعة 10 في الحلقة الرابعة. استودعكم الله. امان الله.